أهلا بكم. منذ تشكيل مرشح الإطار الطائفي محمد السوداني حكومته الحالية والسفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسكي تواصل إطلاق التصريحات المؤيدة والداعمة لهذه الحكومة التي شكلتها الميليشيات التي هزمت في الانتخابات الأخيرة، حيث أوقفت الميليشيات الموالية لإيران هجماتها ضد السفارة الأمريكية في بغداد، كما أوقفت التصعيد الإعلامي ضد أمريكا. ويقول المراقبون أن تغير خطاب الميليشيات من الولايات المتحدة أمر غير مستغرب، لأنها بالأساس ليس لديها مشكلة، أي الميليشيات مع الولايات المتحدة والتي جاءت بهم إلى السلطة في العام 2003، وأن أمريكا لا تتحفظ على قرب أي حكومة من إيران أو بعدها أو كونها حكومة ميليشيات، وإنما المعيار الأمريكي هو من هو الطرف المستعد والجاهز لحماية مصالحها الحيوية في العراق، كما أن القوى الممثلة في حكومة السودان اليوم هم أصدقاء خلص للأمريكيين، وهناك تنسيق دائم مهم بينهما، وهذا ما يفسره الدعم الأمريكي والدولي الهائل لهذه الحكومة والذي جاء بضغط أمريكي. علاقة التنسيق والدعم الأمريكي لحكومة الميليشيات في العراق وتوقف الخطاب السياسي والإعلامي ضد أمريكا هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة الآتية: ما المعادلة التي حكمت وتحكم علاقة الولايات المتحدة بالميليشيات والأحزاب الطائفية التي سلمتها زمام السلطة في العراق عام 2003؟ وكيف تغير خطاب الميليشيات الولائية في العراق من الوجود العسكري الأمريكي ولوذها بالصمت بعد ضجيج إخراجها بالقوة في الفترة الماضية؟ ولماذا لم تظهر أمريكا أي تحفظ على حكومة السوداني التي شكلها الإطار الميليشياوي التابع لإيران، بل قدمت كامل الدعم والمؤازرة لهذه الحكومة؟ وهل فعلا أن العراق يبدو من الخارج بلدا مستقرا فقط بعد إيقاف الميليشيات هجماتها الاستعراضية ضد القواعد الأمريكية كما تقول مجلة الفورين أفرز؟ ضيفاء الطاولة رافع الفلاحي قحطان الخفاجي. لا يكاد يمر يوم دون أن تهاجم الإدارة الأمريكية إيران وتحذر من نشاطاتها وتتحدث عن ضرورة كبح جماح توغلها في المنطقة، وبالمقابل ترفع إيران وميليشياتها شعار الموت لأمريكا، وكأنهما خصمان على طرفي نقيض لا يمكن أن يجتمعا. لكن التطبيق الفعلي لهذه الخصومة لا يوجد ما يترجمه على أرض الواقع، بل على العكس تماما، قد يصل الطرفان الأمريكي والإيراني إلى مرحلة التماهي التام، والعراق مثال على ذلك. حكومة السودان التي تعد حكومة ميليشيات محضة وتضم أطرافا وضعتها واشنطن على لائحة الإرهاب، بل لعلها مقارنة بحكومة الكاظمي أشد انتماء لإيران بالنسبة للنظرة الأمريكية المفترضة. ومع ذلك وجدت حكومة السودان دعما أمريكيا ربما يفوق طموحاتها، حتى إن السفيرة الأمريكية في بغداد مؤخراً كالت المديح للسوداني واعتبرته يقوم بخطوات إصلاحية حقيقية. كذلك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك كان من أوائل المباركين للسودان على تشكيل حكومته، واعداً إياه بدعم أمريكي مكثف على كافة الأصعدة. ولا غرابة أن تدعم واشنطن من كانت تراهم إرهابيين ومرتكبي جرائم مثل ميليشيات العصائب وحزب الله، إذ إن معيار الإرهاب عند واشنطن متغير بحسب مصالحها. وكما جرت العادة مع كل رؤساء الحكومات المتعاقبة أنهم لا يصدرون تصريحات تخالف رؤية الأحزاب التي نصبتهم، يأتي تصريح السوداني بشأن حاجة العراق إلى بقاء القوات الأمريكية ليؤكد رغبة الميليشيات ذاتها للوجود الأمريكي، على عكس ما تصدره من تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط. وبطبيعة الحال هذه الميليشيات وجدت لخدمة المشروع الإيراني، أي أن نظام طهران يجد مصلحة في بقاء القوات الأمريكية في العراق، ومرد ذلك إلى التخادم السياسي بين الطرفين واتفاقهما على إبقاء العراق ضعيفا مسلوب السيادة. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في علاقة التفاهم والتنسيق والدعم بين الولايات المتحدة الأمريكية
وحكومة الميليشيات في العراق، وتوقف الخطاب السياسي والإعلامي لهذه الميليشيات ضد الوجود الأمريكي. ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، سيكون معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. أهلا وسهلا، هلا بالدكتور. دكتور، واضح ثمت معادلة حكمت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأحزاب الطائفية والميليشيات بعد العام 2003، ويعني تصميم العملية السياسية وتسليمها مقاليد وزمام الحكم في العراق. على الرغم من منعطفات ومنعرجات ظاهرة على الأقل في هذه العلاقة، ما هي المعادلة التي حكمت العلاقة وظلت ثابتة ودائمة حتى وإن كانت هناك تغييرات في الشكل أو استعراض إعلامي إلى حد ما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم دكتور قحطان. الحقيقة أمريكا عندما جاءت العراق، وقلناها أكثر من مرة والكل يقولها، لم تأتي من أجل الديمقراطية، من أجل البناء، من أجل أسلحة دمار شامل، من أجل تخليص العالم من خطر معين مثل ما ادعت. لا، جاءت من أجل تخريب العراق وإخراجه من معادلة القوة الإقليمية الوطنية العربية، سميها ما شئت، وهذا ما حصل فعلا. ويجب أن يستمر هذا الوضع، يجب أن يستمر العراق ضعيفا. كل هذه القوى التي جاءت بها أمريكا لحكم العراق تلبي هذا الموضوع، ترعى هذا المشروع، ولحد الآن هذا ما تحافظ عليه أمريكا. هناك متغيرات طوال هذه 20 سنة، متغيرات التخادم بين أمريكا وإيران وصلت إلى حد، اختلفوا على ملف معين هو الملف النووي. الآن هناك حديث عن اتفاق أصغر، اتفاق مصغر لتمضية الموضوع، هناك توسط بريطاني وألماني وفرنسي في هذا الاتجاه، وأوروبا ترعى هذا الموضوع الحقيقة، ولديها علاقات قوية مع إيران، وممكن أن ينجز هذا الموضوع. لكن يبقى السؤال المهم، ربما أمريكا تدعي في سياساتها الخارجية أنها لا تتعامل إلا مع القوى المستقرة وتريد زيادة استقرارها. عندما تنظر إلى هذا الموضوع ستجد أن العراق غير مستقر منذ 20 سنة، يعني منذ 2003 لحد الآن العراق بلد غير مستقر نهائياً، وكل القوى التي جاءت بها أمريكا هي التي يعني أدخلت العراق في فوضى مثل ما أدخلت أمريكا في فوضى. هذه الفوضى مطلوبة، غير مستقر، غير مستقر سياسياً لحد الآن، البلد غير مستقر سياسياً، غير مستقر اقتصادياً، غير مستقر اجتماعياً، هناك خراب ودمار بكل الاتجاهات. والبعض يعتقد من الذين يحكمون أنه بمجرد أنه لدي قوى على الأرض، قوى عسكرية، قوى أمنية، قوى ميليشياوية، هذا يعني الاستقرار، وهذا مفهوم خطأ. وأنا أمتلك القوة، أمريكا تدعمني، إيران تدعمني، ولدي ميليشيات. قالت مجلة الفورين أفرز، الاستقرار يبدو ظاهرياً، واستقرار كاذب، استقرار خادع. يعني هذه العملية السياسية ووجودهم في العراق كل خادع، غير استقرار، العراق غير مستقر. يعني الآن يريدون أن يحون، وهذا ما تحدثت به السفيرة الأمريكية وتحدثت به نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية عندما جاءت إلى العراق، يتحدثون عن استقرار في العراق، وهذا استقرار خادع حقيقة، وهمي غير حقيقي. لأنه العراق حتى البنك الدولي لديه، عندما أقرأ في البنك الدولي ما هي مؤشرات للدولة المستقرة، تجد 20 مؤشر لديهم للدولة المستقرة فعلياً. يعني الآن مثلاً تأخذ سويسرا تقول عليها دولة مستقرة، لماذا مستقرة؟ نظامها السياسي مستقر، عملتها مستقرة، المجتمع مستقر، البطالة قليلة بها، العمل مستقر، وهي دولة قد لا تجد بها شرطي واحد بالشارع. دكتور، ما علاقة هذه العلاقة بين الميليشيات وأمريكا في تفجير هذا الوضع، وأيضاً عملية عدم وجود استقرار حقيقي؟ هذا أريد الحقيقة نفهمه، هذه العلاقة العضوية بين أمريكا والميليشيات. أمريكا هي من جاءت بالميليشيات الحقيقة، وهذه الميليشيات ترعى هذه الفوضى، ترعى ضعف العراق، ترعى مشروع إضعاف العراق، هذا واقع الحال. أنت يعني انظر إلى العراق الآن بلا ميليشيات، بلا قوى طائفية، بلا فكر طائفي، سينهض العراق. هذا الشعب قادر أن يلملم جراحه، ودخل بتجارب كبيرة جدا على مر التاريخ، واستطاع أن ينهض ويبني نفسه. لماذا لم يستطع العراق خلال 20 سنة أن يبني أي شيء؟ لم يستطع. العراق وكأنه مكبل، بالعكس يدفع إلى الهاوية. لماذا؟ لأن هناك قوى ترعى هذا
الهبوط، ترعى هذا النوم، ترعى خراب العراق. لذلك حولوا العراق إلى مستورد، حولوا إلى ما مستقر، حولوا أمنيا فوضى أمنية، فوضى نعم. اقتصادية، فوضى سياسية. هذا اللي موجود الحقيقة في العراق. نعم دكتور قحطان، الحقيقة المراقبون والعديد منهم توقعوا أن الحقيقة تندلع مواجهة دامية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الميليشيات في ضوء الوقائع التي سبقت تشكيل حكومة السوداني. أمريكا كانت تهاجم هذه الميليشيات سياسيا وإعلاميا، وأضافت قسم منها على قائمة لوائح الإرهاب، والميليشيات أيضا كانت تستهدف المصالح الأمريكية، تقصف وإن كان يعني صواريخ استعراضية السفارة الأمريكية في بغداد، قصفت أيضا في أظن كركوك وفي أربيل، قتلت متعاقدا أمريكيا وما إلى ذلك. لماذا لم تحدث هذه المواجهة العسكرية التي توقعها المراقبون؟ أنا أولا أحييك وأحيي القناة والضيف الكريم والمشاهدين الكرام. هلا دكتور. وأقول الذي يتابع الحدث ما بين أو العلاقة ما بين سلوك الفصائل المسلحة وأمريكا انطلاقا من هذه الفصائل، أرى أنه قد فقد البوصلة التي يجب أن تعتمد لتقييم هكذا حالة. هذه الفصائل لا تملك أساسا رأي مستقل لذاتها، ولا امتلكت السلاح الفاعل والفعل المؤثر في بغداد، بقدر ما هي عبارة عن تعمل في معادلة الفعل في التابع أو ردة الفعل التابعة لفعل القوى التابعة لها وهي إيران. وبالتالي هذه المجاميع تصعد من تقاطعها الشكلي مع أمريكا أو تنخفض وفق طبيعة العلاقة الإيرانية الأمريكية. إذا كان هناك تصاعد واحتدام في العلاقة بين أمريكا وإيران، وهما الطرفان اللذان يملكان القدرة والفاعلية الأساسية في العراق إضافة إلى الكيان الصهيوني، هذه المجاميع ينسجم فعلها مع موقف إيران وطبيعة العلاقات الإيرانية الأمريكية. الفترة التي سبقت مجيء هذه الحكومة الحالية كان هناك عملية مزايدات ومخاوف أن يأتي طرف من الأطراف يذهب بعيدا بالعراق إلى جنب أمريكا، فأظهرت هذه المجاميع لكي تضغط على الوضع السياسي أن تبدي وكأنها في نية لأن تنهي الوجود الأمريكي. وسمعنا مالكي وغير مالكي يدعي ما يدعي من طرد القواعد الأمريكية، إنهاء الوجود الأمريكي من المسميات، ولكن ما إن تقارب في وجهات النظر لموضوع ما حتى لا وقتي بين أمريكا وإيران، هذه الفصائل نزعت فتيلها الشكلي الوهمي وغيرت لسانها، علما أن هذه الفصائل ذاتها والأحزاب السياسية هي من جاءت بها أمريكا، وهي لم تكن كذلك في المقاومة، حتى لم تساند الصدر أيام عندما كان يقاتل أمريكا في النجف وغير النجف والفلوجة، ولم تساند المقاومة العراقية الناصعة ضد وجود الاحتلال الأمريكي، ولكن الآن للظرف الإيراني هي التي تدفع بالاتجاه. إذن تراجع هذه المجاميع من لهجة القتال وإنهاء هذه الصفحة، لأن هناك تناغم بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإيرانية. إلى أي مدى يذهب هذا الاتجاه هي تكون تابعة، وكثيرا عليها أن نفكر أن لها رأي مستقل تتحرك حسب رؤيتها وقناعتها. إذن هي تابعة للإرادة الإيرانية، والإرادة الإيرانية الآن في حالة ضعف، واجب عليها الظرف الحالي أن تكون ودودة إلى أمريكا، ذلك هذه الفصائل ودودة إلى أمريكا. أشار الدكتور إلى قضية التهدئة متعلقة بعملية توافق أمريكي إيراني، تهدئة أمريكية إيرانية. سؤالي، لو لم يكن أو تكن هناك مثل هذه التهدئة بين أمريكا وإيران، واستمرت أمريكا بدعمها لهذه الحكومة، حكومة الإطار التنسيقي، هل تتوقع أن الميليشيات ستواصل التصعيد ضد أمريكا، أم سيكون معيار الدعم الأمريكي لحكومة السوداني هو الذي تتحرك بموجبه؟ لا، أنا أعتقد ستنصاع إلى الرغبة الإيرانية قبل رغبتها الذاتية، ولا أتوقع أنها تكون فعل لهذه الفصائل بعيد عن طبيعة القناعة الإيرانية نهائيا، لسببين أساسيين. أولا، هي أساسا صنيعة إيران
والولاء الكامل المطلق لها لإيران. واحد، اثنين، أنها غير قادرة فعلا على أن تذهب بعيدا في الصراع مع أمريكا، لأن إذا ما اضطرت إيران أن تسحب يدها من الفصائل، الفصائل تكون في وضع مأساوي في العراق وخارج العراق، أين تذهب؟ فهذه الفصائل لا تقوى أن تعمل شيء نهائيا أبدا، بل هذه الفصائل أساسا فيها من الوهن الكثير، ودلالة على ذلك أنها فيما بينها على خلاف وعدم ثقة وعدم قناعة، رغم التوافق الشكلي للعقيدة التي تجمع هذه الفصائل المسلحة. إذن هذه الفصائل كثيرا عليها جدا أن نقول أنها ممكن أن تقوم بفعل مستقل لذاتها ضد أمريكا بالشكل أو بآخر. ولا ننسى أن بعض قادتها قد رحبوا بأمريكا وأعطوا لأمريكا سيف ذو الفقار، وأعطوا لأمريكا مصحف القرآن الكريم، والمالكي وضع كثير من الزهور على ضريح الجندي الأمريكي، وحتى إيران ذاتها هي ليست بعيدة عن التوافق الأمريكي الصهيوني. ودائما نكرر ونؤكد أن إيران جت إحدى الدلالات التي تؤكد على أن هناك توافق بين هذه القوى الأمريكية الإيرانية الصهيونية، وبالتالي الفصائل تابعة ذليلة لا تقوى فقط على المساكين العراقيين الذين لا يملكون حولا ولا قوة تحميهم من هذه الفصائل المنفلسة. نعم دكتور، الحقيقة بعد مجيء حكومة السوداني وهذا الدعم الأمريكي الواضح لهذه الحكومة، الحقيقة انقلب هذا الخطاب السياسي والإعلامي الدعائي للميليشيات ضد أمريكا، انقلب رأسا على عقب، وهناك الحقيقة لم يكن إشادة بأمريكا، هناك صمت، وانتهى هذا الضجيج الإعلامي عن إخراج هذه القوات الأمريكية بالقوة العسكرية وبالمقاومة وما إلى ذلك، وأيضا هناك قرار اتخذه البرلمان بإخراج القوات الأمريكية، الحكومة مطالبة بإخراج القوات الأمريكية، كل هذا الأمر الآن انتهى وهناك صمت مطبق من الميليشيات والأحزاب الطائفية حيال هذا الأمر، ألا يحرجها أمام قواعدها أمام حتى الرأي العام في العراق؟ أبدا أستاذ ماجد، لأن الأساس في كل هذا مثل ما قال الدكتور قحطان أنه هي من أين تأخذ توجيهاتها وأوامرها؟ هي تأخذ من إيران، إيران هي من قالت لها تصرفي هكذا مع القوى وقولي كذا واتخذ قرار. حتى البرلمان عندما اتخذ القرار بإيحاء من إيران بأوامر من إيران، عندما يسكتون فهو بقرار من إيران، هناك تقارب إيراني أمريكي لحل، يعني هو هذا الصراع، هو هذا الصراع الذي يجري أمريكا وإيران على الأرض العراقية بسبب الملف النووي. أما تخادم العراق إيران تتغول في العراق، هذا إيران تعرف، أمريكا تعرف به من البداية، وهي من أدخلت إيران إلى العراق منذ عام 2003 وهي تعرف، وهذه الميليشيات نمت وكبرت وقاتلت وسرقت وفسدت وقتلت وذبحت تحت المظلة الأمريكية، هذا واضح الموضوع. الآن يريدون يتبرون من عند هذا الموضوع غير شكل. أنا أعتقد أنه كل الموضوع يتعلق بشيء أكبر من كل هذا، أنه من يقبل بالعملية السياسية هو صديق لأمريكا وصديق لإيران، ويمكن أن يتوافقوا عليه الميليشيات وكل القوى التي في العملية السياسية ترعى العملية السياسية. وبدليل سأعطيك دليلا، عندما يقف المالكي عراب كل هذا الموضوع، عراب هذه الحكومة، ويقول أنه يعني لولا خوفي على العملية السياسية لصرحت عن الإرهابيين، يعني حتى الإرهاب يتنازل عنه، قال إرهابيين وقتلوا مجرمين داخل كان صرحت عليهم لولا خوفي على العملية السياسية. عندما يأتي منسق البيت الأبيض مسؤول ملف الإرهاب في العراق وسوريا ويقول الأمريكي، ويقول أنه يعني المالكي من الشخصيات العظيمة والتي ترعى العملية السياسية وضروري أن نبقي على العملية السياسية، هذا الوضع إيران تبحث عن بقاء العملية السياسية وأمريكا تبحث عن بقاء العملية السياسية، كل القوى، لاحظ كانت هناك قوى وشخصيات بالضد تماما 180 درجة ضد العملية السياسية، عندما أيدوا العملية السياسية دخلوا رغم أنه ملفات عليهم من الإرهاب رافعين عليهم وقضايا بالمحاكم كلها ألغيت وقبلوا بهم وأخذوهم بالأحضان، الآن موجودين في العملية السياسية، موجودين قوى وشخصيات ونعرفهم كلنا. هذا ماذا يعني؟ يعني أن العملية السياسية يجب أن تبقى، لأن العملية السياسية فيها بقاء العراق ضعيفا ومشتتا ومدمرا، مبنية على المحاصصة، مبنية على الفساد والخراب. أمريكا تتكلم عن الديمقراطية وتقول ندعم الدول الديمقراطية وندعم الأنظمة الديمقراطية، هل في العراق ديمقراطية؟
ما هم يعرفون لا يمكن للديمقراطية أن تتوافق مع فكر طائفي، لا يمكن للديمقراطية أن تتوافق مع فساد وخراب ودمار وانهيار بالتعليم وانهيار بالصحة وانهيار بالخدمات وسرقة أموال وتهريب أموال، هذا كله ما يتوافق مع 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 وانتهاك لحقوق الإنسان. وين الديمقراطية؟ ويعرفون أنه حتى هذه الحكومة من جاءوا للانتخابات أقل من 15% والجزء الأكبر من عندهم السحبة والخاسرين هم من شكلوا الحكومة. إذن وين الديمقراطية؟ هل هذه الحكومة تمثل الشعب العراقي، تمثل الديمقراطية؟ أمريكا تعرف أنها لا تمثل الديمقراطية لكن ترعاها. إذن كذبة الديمقراطية وكذبة الحرية وكذبة رعاية، هذه كلها كذبة. المهم مصالحهم كيف تتحقق. نعم دكتور قحطان، الحقيقة السوداني اللي هو رئيس حكومة الإطار، الإطار مكون من الميليشيات، الحقيقة لم يتردد في المطالبة بضرورة وجود القوات الأمريكية أو التحالف الدولي في العراق لمحاربة تنظيم داعش، علما أن أقل من هذا الموقف من الكاظمي سلفه في الحكومة اتهم بالخيانة والجوكر وأنه ستقطع أذانه من قبل طبعا الميليشيات ولا بد من إخراج القوات الأمريكية. الآن ممثل رئيس الحكومة تمثل كل الميليشيات يطالب بوجود القوات الأمريكية، أين ذهبت كل هذه الشعارات والضجيج الذي ملأ الفضاء، ملأ الفضاء السياسي والإعلامي قبل مجيء السوداني الكاظمي عميل والسوداني وطني ومقاوم؟ وأيضا زعيم الإطار هو من افتخر كثيرا بالاتفاقية الاستراتيجية الأمريكية العراقية. نعم. وهو من التقى في لندن ونيويورك وجاء مع محتل. هذه المجامع هي أساسا أكثر من وجه لديها لسبب ذاته نعود إليه، وهو أن إرادتهم ورغبتهم وقرارهم خاضع إلى أطراف خارجية، وهذه الأطراف الخارجية هي التي تحدد الوضع وكيف يتكلم ومتى يتكلم. الكاظمي كان رئيس جهاز المخابرات في زمن حزب الدعوة، وهذه هذا المنصب هو الأول في الدولة بعد أكبر شخصية في الدولة. كيف يكون هذا بهذا الحجم وهو يشار إلى أنه كونه عميل؟ لأن الإرادة الخارجية كانت تتوافق إلى حد معين مع هذا الموضوع. ومن الذي زكى والذي دفع إلى كاظمي إلى صدارة المشهد هو نفس جماعة بين قوسين الفصائل التابعة إلى إيران، ولكنها أدركت أن هناك أو هناك خلاف أمريكي إيراني في ذلك الوقت كاد أن يغير بعض الترتيبات المعينة، فأظهرت هذه الفصائل رفضها لهذه الحالة عن طريق رفضها إلى شخص كاظمي. وهي أيضا لا تختلف الآن اللعبة على ذات اللعبة. كيف أن السوداني هو طرف أساسي في حزب دعوة، وحزب الدعوة مرتبط بإيران كاملة، وهو من أتت به العملية السياسية والأطراف المعنية. الآن لأن التوافقات قائمة بين أمريكا وإيران يذهبون بهذا الاتجاه، وكأنهم يسمعون كلام السوداني عسل وليس يتقاطع مع القيم التي يدعونها. إذا ما اختلفت إيران مع أمريكا لسبب من الأسباب، أعتقد أن الرأي سيكون اتجاه السوداني هو ذات الرأي الذي كان اتجاه الكاظمي. أنا أعتقد الأمر الأيام القادمة قد تذهب بهذا الاتجاه، لأن هناك خلافات كبيرة على ما نسمع نحن كمتابعين ما بين الإطار وبين السوداني. السوداني هناك مغازلة حسب ما أيضا يترشح عن مع الصدر، وبالتالي تخشى المجاميع الشيعية بين قوسين والي إيران أن يكون ترتيبة معينة سودانية مع جماعة الصدر، مع حتى العمق الآخر أو الشخص الآخر اللي هو كاظمي، وبالتالي قد يذهب بالاتجاه هذا. إذا نعود إلى سؤالك أستاذ العزيز، المسألة دائما نتابعها نحن كاستراتيجيين من خلال طبيعة العلاقة الأمريكية الإيرانية، لأن الآن العلاقة الإيرانية الأمريكية لحد إيجابية، فأي تصريح بالاتجاه الذي يتوافق مع أو الذي يدعو إلى تقرب مع أمريكا لم يعد مخالفا، دكتور بل العكس تماما. اسمح لي نكمل. نعم. ربما نقطة بس نتوقف عند هذا الفاصل القصير ونرجع إن شاء الله وياك حتى تكمل هذه الفكرة. مشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا في حلقة طاولة حوار عن العلاقة والدعم الأمريكي لحكومة الميليشيات في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها. من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في العلاقة والمعادلة التي تحكم العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الميليشيات في العراق وحكومة الميليشيات الممثلة بحكومة السوداني. طبعا ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي. دكتور إذا تكمل النقطة نسمع، إذا أكملت خلص حتى نرجع على دكتور رافع. لا تقريبا أكملت، حياك الله حبيبي. دكتور رافع، الآن هذه العلاقة وثمة إجماع بين الضيفين الكريمين أنه هذه علاقة، العلاقة أو المواقف، إطلاق المواقف والتصريحات الفعل وردود الفعل مستندة إلى العلاقة بين أمريكا وإيران تصعيدا أو تهدئة. في المرحلة القادمة ما المتوقع للعلاقة بين أمريكا وإيران، وعلى ضوئها ما المتوقع لعلاقة أمريكا بحكومة الميليشيات؟ تنافر إيراني أمريكي تتأثر الميليشيات، الأمريكان يرفعون إيدهم من العملية السياسية ومن حكومة الميليشيات، أم هذا الدعم سيبقى مستمر ولن يتأثر بهذا الخلاف مع إيران؟ أستاذ ماجد، طوال هذه الفترة تاريخيا عندما تدرس العلاقة الأوروبية الغربية مع إيران والأمريكية مع إيران ستجد أنها علاقة متميزة تختلف عن الجميع. يعني العراق ماذا فعل لكي تقوم الدنيا عليه ولا تقعد بهذه الطريقة؟ وإيران ماذا فعلت؟ يعني على الأقل عندما تنظر إلى الملفين، الملف الإيراني والملف العراقي، ستجد أن إيران فعلت أكثر بكثير مما فعل العراق، لكن قامت الدنيا ولم تقعد. هناك محفزات، وهناك يعني أمريكا تقاتل إما مباشرة من أجل مصالحها أو مصالح ناس تابعين إلها مدفوعة إلها المبالغ، أو يعني لتثبت شيء. فيما يخص العراق قاتلت من أجل إسرائيل، هذا واضح، واضح القضية. يعني ما فعلته في العراق كان لمصلحة إسرائيل ودفاع عن إسرائيل، وإسرائيل جزء من عتها هذا وجزء من مصالحها، هذا واقع الحال. العراق كان يهدد وحجر زاوية وحجر قوة يجب إزالته وزيله بهذا الشكل، ويجب أن يبقى ضعيفا بهذا. إيران فعلت ما فعلت، لم يجري شيء ولن يجري شيء كما يبدو. الآن أمريكا تشجع كل الدول المنطقة للتصالح مع إيران. يعني ما نراه اليوم، التقارب السعودي الإيراني هذا لا يأتي عبثا، تقارب الإمارات الإيراني، تقارب الخليج الإيراني، لماذا؟ يعني إيران تطرح نفسها، يعني هل اقتنعوا الخليج؟ هل تريد أن تقول لي أن اقتنعوا الخليج أنه إيران تحولت من ذئب إلى حمل وديع، ويمكن أن ينام تحت الخيمة الخليجية وهو ليس ذئبا، وممكن أن يأكل الجميع ويقتلهم؟ هذا منطق غريب، لا يمكن قبوله، لا يمكن قبوله أبدا. إيران لديها مطامع ومعلنة، تعلنها بشكل واضح، وهي تريد أن تتمدد، ولديها، لكن هناك ملفات في اليمن ولبنان وبالعراق وبسوريا ومصائب كبيرة جدا جدا. لكن يعني هل أمريكا ترحب بكل هذا التقارب؟ لماذا؟ لو كانت أمريكا لديها ملفات مسبقة وتعرف أنها ستصل إلى طرق مسدودة مع إيران لما شجعت هذه الدول ولما أيدت هذه التوجهات، لكانت منعت هذه التوجهات وجعلتها أداة، هكذا أنا أرى، لجعلتها أدوات للضغط على إيران، لكن هي دفعت الأمور بهذا الاتجاه
والوضع في العراق يثبت هذا. هي تعرف أنه إيران متغولة، هي تقول أنه إيران دولة راعية للإرهاب والحرس الثوري إرهابي وكذا، لكن ماذا تفعل؟ يعني هذا الكلام بس فقط منطق، لكن فعلياً هي تتعاون مع 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 إيران، تطلق أموال من العراق لإيران. الحقيقة دكتور هناك أمر قد يكون ملتبس للكثير وليس ملتبسا للمراقبين والمحللين، أن هذه الميليشيات إيرانية الولاء بالكامل وتصرح بذلك، نعم، وتعمل من أجل إيران أو تدافع عن إيران وما إلى ذلك، ولكن في نفس الوقت هناك من يقول أن هذه الميليشيات أيضا تدافع عن المصالح الإيرانية وغير مصطدمة بها في ظل حالة من التنافر الأمريكي الإيراني على الأقل للظاهر للرأي العام. هذا أمر غريب، هذه علاقة الحقيقة جدا ملتبسة، ميليشيات ولائية إيرانية أوامرها إيرانية لكنها تحمل مصالح الحيوية الأمريكية في العراق. هي هذه بأوامر إيرانية عندما تريد حتى حماية مصالح أمريكا بأوامر نعم إيرانية. نعم لاحظ أنت عندما كان هناك يعني هناك شد بين أمريكا بين واشنطن وطهران، ماذا فعلت هذه الفصائل؟ نعم. كانت تضرب السفارة الأمريكية يومية قذيفتين ثلاثة والمعسكر الفلاني والمعسكر الفلاني بقذائف، هي لا تؤثر ولا 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 تفعل شيء، لكن هناك حالة يعني على الأقل إعلامية شو إعلامي إنه هذه القوى قادرة أن تفعل شيء وقادرة أن توصل رسائل لأمريكا هكذا، لكن عندما بدأت الأمور تسير باتجاه آخر انتهى هذا الموضوع، والآن هي سمن على العسل، وأمريكا القوات يعني لا أحد يتحدث عن إخراج القوات الأمريكية مثل ما حضرتك أشرت وأشار الدكتور قحطان. حقيقة هذا الوضع. إذا هناك أوامر إيرانية تحمي المصالح، جزء من الاتفاق هذا، أمريكا يعني جزء من التوافق الإيراني، جزء من المفاوضات الإيرانية الأمريكية أن تحمي أمريكا، أن تتعهد إيران بحماية المصالح الأمريكية في العراق وفي المنطقة، لكي تطلق يد أمريكا تطلق يد إيران. إيران لا يمكن أن تطلق يدها وأمريكا غير راضية. يعني هل يمكن أن نتوقع أنه إيران تطلق يدها بهذا الشكل في العراق وأمريكا غير راضية عن إيران وتعتبر إيران إرهابية وتتجاوز على المصالح الأمريكية في العراق وفي المنطقة؟ أبدا. إذن إيران هذه التي تتحدث عن الشيطان الأكبر هي راعية لمصالح الشيطان الأكبر وضامنة لمصالح الشرك الشيطان الأكبر، بشرط أنه مصالحها أيضا هي تمضي في طريقها، ولذلك وأمريكا مستفيدة من هذا من هذه القضية. نعم. الآن هذا الغول هذا الغول الكبير اللي يسمى إيران تطلق في المنطقة كلها وتهدد المنطقة وتبتز المنطقة بأمريكا كلها من أجل أن أحميكم من هذا الغول، هذا خارج عن السيطرة لكن إلى حد معين، الحد الذي لا يمتلك فيه السلاح النووي، لأن إسرائيل لا توافق على السلاح النووي. إذا ما امتلك السلاح النووي ستتدخل إسرائيل إذا ما اقترب السلاح النووي. أما الآن إيش قد يبتعدون عن السلاح النووي أنا لا أعرف، إسرائيل تعرف وأمريكا تعرف، وهذا هذا الوضع بهذا الشكل هذا. أشكرك دكتور قحطان. الحقيقة مجلة الفورين أفيرز في تقرير لها عن العراق وضمن الخلاصات تقول أن العراق يبدو فقط من الخارج بلد مستقر، وذلك بعد إيقاف الميليشيات لهجماتها طبعا الاستعراضية ضد القواعد الأمريكية ومصالح أجنبية أخرى. هل يعني أن تفجير الوضع في العراق الحقيقة هنا مسؤول عن هذه الميليشيات حتى وإن تداخل معه ما يسمى الإرهاب، الذي طبعا اليوم أمس كان الناطق باسم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول يقول لقد قضينا على 99% من قدرات تنظيم داعش على شن هجمات يعني حقيقية. إذن الآن وكأن الميليشيات هي من تفجر الوضع استنادا لسخونة أو تهدئة أو العلاقة الهادئة أو الساخنة بين أمريكا وإيران. هل الميليشيات هي فعلا من تفجر الوضع؟ الوضع السياسي الوضع الأمني في العراق في رأيي كمتابع هو أقرب أن يكون وضع سياسي الأبعاد أكثر من هو أمني الأبعاد، رغم أن دلالات العملية هي أمنية. كيف؟ داعش وما أريد من داعش هي إرادة سياسية خارجية، يراد تشويه الإسلام من جهة، ويراد أيضا إبقاء العراق بحالة غير مستقرة حتى تبقى أسباب الوجود الأجنبي الخارجي في العراق. اثنين، الفصائل المسلحة هي أمنية من حيث الشكل ولكنها عقيدة سياسية دينية، إذن هي عقيدة سياسية
دالتها العملية هي القوة، ولكن دافع الحقيقي هو السياسي. حالة الاضطراب الموجود في داخل العراق بشكل عام لا يعز فقط إلى موضوع داعش فقط، ولا حتى إلى مجاميع الفصائل المسلحة فقط، بل هو يراد له أن يكون بهذه الحالة، ويراد أن يكون بحالة دائمية الخلل، وأن تظاهر هناك نوع من الاستتباب الأمني. كيف نتابع ذلك؟ نتابع ذلك السلاح المنفرد في جنوب العراق واضح بدلالات مختلفة بما فيها العشائر. اثنين، الفصائل المسلحة الولائية ما زالت تمتلك السلاح وهي خازن طاقة السلطة. ثلاثة، داعش لحد الآن رغم الذي قال عنه هذا المتحدث الرسمي، نعم، ولكن أنا أتعجب كعسكري سابق أن تقوم طائرات عراقية بشن غارة جوية في وادي حمرين على هدف معين واحد ملجأ فيه ثلاثة جنود. هذا بحد ذاته يدلل على أن داعش هم من الخطورة بما كان أن لا تقدر قوة عراقية رسمية أن تداهم منطقة هي محصورة بين العظيم وبين حمرين. إذا نحن أمام حالة اضطرابية كاملة. أنا أعتقد الوضع الأمني يذاع على أنه استتب شكليا أو صعد بالشكل السيء استجابة إلى الرغبة السياسية لأطراف الفاعلة. الآن يراد إلى حد معين ظهر إعراف أنه مستقر، كما قال الأستاذ العزيز قبل لحظات، التقارب الإيراني مع الخليج العربي مع السعودية دلته سياسية أكثر من هي حقيقية. الخلافات قائمة موجودة كثيرة في الموضوع بيناتهم، ولكن لأن أمريكا وإيران تقارب إلى حد معين أعطيت هذه الصورة. أنا في رأيي الشخصي أن حتى الفصائل المسلحة عندما ينتهي دورها إذا ما توافقت أمريكا إيران هي ستصار إلى حالات معينة، منها واحدة قد يكون ينتهي دورها وكأي قوة عسكرية تنسحب من الساحة، قد تتحول إلى قوة سياسية كما تحولت بدر إلى قوة ثم عادت نفسها إلى قوة عسكرية، وهذا الدوالي. إذا نحن أمام موضوع الأمن العراقي هو سياسي أكثر من الأمن الحقيقي. أسباب بقاء حالة الأمن في العراق هي أيضا أسباب سياسية، وهي العملية السياسية مبنية على الطائفية والمذهبية السنية والشيعية والرؤية الانحيازية تجاه مكونات الشعب بشكل سيء. إذا نحن لا نركن إلى الأقاويل التي تقولها أن العراق أمنه استتب، بل إن أسباب لا أمن في العراق قائمة: سلاح منفلت، فصائل غير تابعة، تدخلات خارجية، ولاءات خارجية. كل هذه أسباب ممكن أن في أي لحظة تفجر الوضع الأمني، وبالتالي أقول الوضع الأمني لا يدلل فقط عليه من حيث الهجمات هذه الفصائل على مجاميع أو مراكز أمريكية، بقدر ما أسباب الأمني قائمة وحدتها قبل قليل قلت: السلاح المنفلت، الانتماءات الخارجية، الولاءات الضيقة المذهبية الطائفية، العملية السياسية ذاتية التي هي طائفية، وكما نلاحظ الآن حتى مناطق المتضررة من الإرهاب والتي هجرت أهاليها 10 سنوات مضى على تحرير المناطق، والأهالي ما زالوا في خيام وما زالوا بعيدين عن منازلهم. إذا نحن أمام حالة سياسية للحقيقة الأمن وليس أمنيا. نعم دكتور، هناك من يقول أن الحقيقة الميليشيات وأمريكا الحقيقة يمارسون أو يقومون أو يلعبون دورا براغماتيا، ما العيب في أن أمريكا تجري خلف أي طرف يحقق لها مصالحها ويحمي هذه المصالح في العراق؟ والميليشيات أيضا وجدت في الولايات المتحدة قوة دولية أولى تحميها تدعمها تهازرها، لماذا هذا التشنيع على الطرفين أنهما يتخادمان في العراق؟ الكل يبحث عن مصالحه. هم فعلا يبحثون عن مصالحهم. نعم. مصالحهم، لكن أنت تتحدث عن بلد، تتحدث عن شعب، تتحدث عن بلد يجب أن ينهض، تتحدث عن بلد هم يقولون يجب أن يكون نموذج في الازدهار والتقدم، واقع الحال يشير إلى أن البلد هو نموذج للخراب والدمار والسوء، فهناك تناقض بين الكلام والفعل. فهم نعم الكل تبحث عن مصالحها، إيران تبحث عن مصالحها في العراق. الحقيقة السوداني في آخر تصريحاته يتحدث الحقيقة عن واقع في منتهى الروعة، يقول عام 2028 العراق سيتخلى عن المصدر الواحد الدخل
النفط سينوع في مصادره، تحدث عن التجربة السياسية وقال هي فريدة ومتفردة ولا نظير لها في المنطقة، التجربة السياسية الديمقراطية في العراق. هذا حكي أوهام الحقيقة، حكي ما لا يعني كلام ليس له أصل في الواقع، لأنه أنت لحد الآن جزء من استقرارك، كان يتحدث دكتور قحطان عن استقرار الأمني، أن النظام غير مستقر لأنه يعتقد استقرار أمني وهذا استقرار وهمي. أيضا استقرار اقتصادي عندما تعتمد على مصدر واحد فقط، 2028 سيتخلون عنه، كيف سيتخلى عنها؟ أنت يجب أن تجد مصدرا آخر، مصادر أخرى تكون أكبر. دول كثيرة لثلاثة عقود، أربعة عقود، خمسة عقود، عشرة عقود، تشتغل لقرن كامل لكي تعوض النفط وترفع من قيمة مصادر أخرى للدخل الوطني، وما استطاعت أن تصل إلى المنتصف. كيف أنت تستطيع في خمس سنوات أن تغير هذا؟ أنت ليس لديك قواعد، البنى التحتية للصناعة انتهت، البنى التحتية للزراعة انتهت، البنى البيئية انتهت، المناخ ملوث، كل شيء عندك خراب وعندك فساد في أعلى ما يمكن. العراق من ضمن الدول العشرة الأكثر فسادا في العالم، كيف يمكن أن تغير كل هذا؟ وسعر النفط الآن يحسبه $70، وإذا نزل $60 إحنا غير قادر الحكومة أن تدفع رواتب الموظفين، ولديك 7 ملايين 8 ملايين موظف الآن والرعاية الاجتماعية، كيف يمكن هذا؟ كلام يعني سذج، كلام مضحك. لا يمكن لي أنت، يجب أن تؤسس قواعد، وهذه تحتاج إلى أموال واستثمارات. العراق بلد غير مستقر، أمريكا وبريطانيا نفس التي تتحدث عن استقرار العراق تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى العراق. نعم. تقول أنه بلد خطر وغير مستقر، كيف يمكن لبلدان هي التي ترعى هذا النظام تدفع مواطنيها، تمنع مواطنيها للذهاب إلى العراق؟ لا تروحوا للعراق لأنه غير مستقر، وبيانات وزارة الخارجية مالتهم واضحة جدا. إذن العراق هم يعرفون غير مستقر، وغير مستقر الحقيقة، بلد بانفلات بالسلاح، بميليشيات، باقتصاد فوضى، بسياسة فوضى، بمجتمع فوضى، بتهجير، بمصائب كبيرة جدا جدا، باعتماد على النفط فقط، يبيع نفط، إذا ما قل سعر النفط، إذا ما قل إنتاج النفط سنذهب إلى كارثة، الشعب سيذهب إلى كارثة. بلد بهذا الغنى، بهذه الميزانية، 153 مليار وب 13 مليون عراقي تحت خط الفقر يأكلون من المزابل، ب 15 مليون عاطل عن العمل، حالة من التناقض غريبة عجيبة. أين لذلك هذا الحديث؟ الكل يبحث عن مصالح، مصالحهم فقط، أما مصالح الشعب العراقي، مصالح الوطن، هذه غير 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 محسوبة. فأنت تتحدث عن عامل غير محسوب اللي هو الشعب، هل الشعب سيبقى ساكتا لهذا؟ هل سيبقى مهمشا بهذه الطريقة؟ هل سيبقى مسحوقا لهذه 13 مليون يصيرون 25 مليون تحت خط الفقر، العاطلين عن العمل بدل 15 يصيرون 20 مليون، هل سيقبل الشعب العراقي؟ نعم. هذه اللي لا أقبلها ولا يقبلها أحد. نعم. دكتور قحطان، الآن ثمت علاقة جيدة حسنة ممتازة ودية بين أمريكا وبين الميليشيات، والميليشيات ممثلة بالإطار التنسيقي وحكومة السوداني هي من يحكم العراق. هل تتوقع أن هذه العلاقة الجيدة أو المتينة بين الميليشيات وأمريكا ستنعكس إيجابا على العراق، استقرارا، ازدهارا، تنمية، تطور، تحسن في الخدمات، ارتفاع مستوى الدخل للفرد، على اعتبار أن من يحكم العراق بعلاقة ممتازة مع الدولة الأولى في العالم والتي الكل يركض خلفها ويتقي شرها، هل سينعكس إيجابا على العراق؟ هذه العلاقة تنعكس؟ طبعا أؤكد أن صفة أنه علاقة إيجابية ما بين الميليشيات وبين أمريكا، هذا كثير جدا على الميليشيات، وليس يعني منحازين لأمريكا. أمريكا هي كحالها دولة محتلة كما هو معروف، ولكن أنا علاقة صداقة، لأنه قلنا لأن علاقة إيران مع أمريكا جيدة فهذا التابع يكون نعم. تابع نعم. ولكن أنا أقول جازم بحكم متابعتي كعراقي وكأستاذ الاستراتيجية، أن العراق لن تتحسن حالته الاقتصادية أبداً، لن يبنى العراق ولن يحصل فيه تنمية لا صناعية ولا زراعية، لسبب أساسي جدا، وهو أن أمر العراق
بيد كل من إيران وأمريكا والكيان الصهيوني، وهذه الدول الثلاث لا ترغب ولا تريد العراق أن يمتلك قدرات، لأن امتلاك العراق لأي قدرات إيجابية اقتصادية يجعله دولة مؤثرة في محيطها العربي. السفيرة الأمريكية في بغداد قالت في تصريح أخير لها أن النهج أو الخطة أو المشروع أو العلاج الذي يقوم به أو تقوم بحكومة السوداني هو العلاج الحق الذي أوصى به الطبيب، هكذا قالت. هذا الاستهلاك المرحلي للمرحلة الزمنية الحالية، ولكن وأنا أؤكد لكل من يتابع بدقة، العراق يراد له أن يبقى بهذه الحالة حتى يرضخ لإرادة الصهيونية ويعترف بالكيان الصهيوني. إن لم يكن هناك اعتراف للعراق بالكيان الصهيوني، واسأل الله أن لا نرى هذا الوقت لا في حياتنا ولا في حتى قبرنا حتى ورفاتنا تنتهي، يراد العراق أن يرضخ ويبقى في وضع سيء حتى يكون وضعه مأساوي وينتهي الأمر إلى أن يعترف أو يكون علاقة مع الكيان الصهيوني. وهذه المسألة تدركها إيران قبل غيرها وتوجه بها الكيان الصهيوني وعامل باتجاهها أمريكا. وبالتالي أنا في رأيي الشخصي كمتابع هنا استراتيجي، لماذا؟ لأن القدرة الفاعلة في العالم الآن هي أمريكا والكيان الصهيوني، ولا يمكن للكيان الصهيوني يسمح للعراق أن يعود نفسه ويكون فعال. لماذا؟ لأن أكد هنا في اللاهوت الصهيوني يقول على أساس أن رب العزة يخاطب شعب الله المختار، يقول له كل ما أمامك هو لك فخذه، ويحذره ويقول له عليك بباب العراق لا تبقي عليها بشر ولا شجر ولا حجر. إذا الإرادة الصهيونية يا أخي العزيز حتى يفهم شعبنا لماذا نحن ضد الكيان الصهيوني والاعتراف به، يراد أن يدمر العراق، لأن في قناعة الصهيونية أن العراق هو البلد الذي ينهي دولة الكيان الصهيوني إذا ما تكررت كما وعد القرآن الكريم في الإسراء، في سورة الإسراء. إذا نحن أمام المعادلة هذه الحقيقية، أي معادلة أخرى قد تظهر للساحة هي شكلية سياسية، نعم، إدارية، نعم، ظرف دولي، نعم، ولكن العقيدة الثابتة للقوة السياسية الفاعلة في العالم أمريكا والكيان الصهيونية هي هذه، وبالتالي لن يسمح في رأيي الشخصي إعادة العراق بناء. وبالتالي إذا بقيت أي حكومة سودان أو سواها ممن جاءوا مع محتل ومرتبط بمحتل، هذه طامة كبرى أن يتوقع الإنسان العراقي الواعي أن ثم التحسن للعراق في هذا الشيء. لماذا؟ لهذا المجامع وقعت لأمريكا ولبريطانيا ما يؤكد ضمان عدم بناء العراق، كما قال بعض قادة العملية السياسية الحالة بما فيه السوداء المشهداني، نحن جئنا مقاولين تفليش، نعم، كما قالت أيضا حنان فتلاوي كعكة نقسمها بيننا. إذن هم يريدوا أن يقسموا هذه الحالة، أما أن نتوقع ونصل بالخيال أن 28 ستكون سنة انفتاح وبناء وتجاوز حالة الاعتماد على النفط، هذا أيضا خيال. لماذا؟ لأن أين الانطلاقة السليمة لكي نعطي نتائج متكمة محتملة؟ حياك. شكرا لضيفنا دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كان معنا عبر سكايب في هذه الحلقة، والتي كان فيها أيضا ضيفنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. وأشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.